السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. في هذا الفيديو راح نرسم هاتسوني ميكو، تحدي مع قناة ميكا تشان أو قناتها اللي كانت قبل كان اسمها سوسو داي، إشي من هالنوع. أتمنى أني قريت الاسم صحيح أو على حسب ما متذكرته، ولكن حاليا اسمها ميكا تشان. رسم هذه البنت لطيف، وفي عندها فيديوهات اللي بتفتح فيها شغلات مثل مثلا المشتريات وهكذا. فأتمنى أنكم تشوفوا قناتها وتشوفوا الفيديو اللي عملته كتحدي معي. كانت فكرتها إنه إحنا نرسم هاتسوني ميكو، ولكن ما نختار يعني صورة محددة، كل واحدة على حسبها هي. فأنا اخترت عدة صور دمجتهم مع بعض تقريبا وأطلعتها بهذا الشكل اللي هي راح تكون قدامكم بالأخير. خلت الألوان شوي فاتحة مش قوية، وأكيد بتقدروا أنتوا تزيدوا كمان طبقات وطبقات وتحسنوا أكثر في التلوين، ولكن أنا وقفت لعند حد معين وقلت خلاص بكفي يعني لحديت هون. حسيت أنه كان في شوية لطافة في التلوين، ومش يعني تلوين 100%. استخدمت في التلوين ألوان فابر كاستل، استخدمت أيضا ألوان تاتش 5 اللي عندي كان من زمان، وأيضا عندي كان قلم تاتش نيو واستخدمته للبشرة. استخدمت لونين باستيل أو 3 ألوان، لها لونين، لون أصفر ولون زي زهري باستيلي، يعني طباشيري، باستيل طباشيري، فبقدر إني يعني أمسح أو أعمل مثل البلاش بلاشر إيش من هالنوع هذا، عشان الخدود وهكذا أو عشان اللمعة مثلا، فكنت أدعك بإيدي أو بإصبعي. وطبعا أكيد في الأساس استخدمت ألوان فان كوخ المائية، حطيت أساس اللون الأزرق للشعر للعيون في اللباس أيضا، وأيضا الجوهرة هذه اللي محطوطة في اللباس. كنت بدي أزيد أخرى ولكني حسيت أني يعني خففت كثير بالماء اللون الأزرق، فلهذا السبب حسيت أنه خلاص يعني ده حطه على جنب، خليته ينشف ليلة كاملة على فكرة، وبعده مش ناشف لحديت هسه للأسف كثر ما حطيت ماء عشان أخفف اللون للأسف يعني. بس تعملوش أنتوا مثلي، خففوه بما يعني بسيط مش كثير. وفي الأخير رجعت للطريقة القديمة، إذا بتتذكروا زمان كنت أستخدم للمعة طامس أو مزيل الحبر، فاستخدمته. ما بقول إنه يعني حسيت إنه جديد شوي علي، إنه اللون مش أبيض زي ما أنا متوقعة، حسيت إنه شوي أجا على لون سكني، بعرفش ليش، بعرفش إذا هو لأنه قديم أو لا، والله ماني عارفة صراحة، أو لأني أنا من زمان ما يعني ما جربت الطامس على ألواني أو أيوه على رسوماتي، فممكن إنه كان يعني تجربة كأنها جديدة، ولكن عادي يعني بالعكس حبيت النتيجة في الأخير. بالأساس بستخدم يعني جيلي رول. الألوان بشكل عام حطيت لون أزرق، حطيت لون أصفر، حطيت لون حتى عشان أدمج باللون الأزرق في الألوان المائية حطيت أصفر أيضا، هيك خليته تركيزي، بموت على هذا اللون بحبه كثير. حطيت أيضا لون ليلكي، إذا بتلاحظوا مثلا الحدود تبعت الشعر أو حتى في البداية حطيت حدود للبشرة أيضا في اللون الليلكي تقريبا، حطيت شوي برضو في العين لون ليلكي. الزهري اللي استخدمته هذا الباستيلي الطباشيري استخدمته في البشرة، أيضا استخدمته على الشعر شويات واستخدمته على الملابس شويات، يعني حسيت إنه هيك بدي أعمل انسجام بين الألوان كلياتها في الرسمة. في فيديو من الفيديوهات اللي المفروض تكون موجودة أو لهذا يعني لهاتسوني ميكو المفروض إنها تكون موجودة تقريبا في الآخر قبل ما إني ألون اللمعة، ما حطيته لأنه تعبت مساحة الكمبيوتر وما قدرتش إني أضيفه على الفيديو، ولهذا السبب يعني راح تشوفوا شوي ممكن مقتطع شوي من التلوين، تقريبا 12 دقيقة مقتطعة، اعذروني لذلك. في سؤال أجاني اليوم من علي ريماكس بيقول أو بتقول بعرفش إذا هي بنت، السلام عليكم أبرار، هل تنصحينني بمشاهدة أنمي سيرة في النهاية وهل تحبي هذا النوع من الأنمي؟ بصراحة بعرف شو نوعه، أتوقع إنه أكشن إيش من هالنوع، بالعكس أنا بحب سيرة في النهاية، وبالمناسبة اسم البنت المتحدي حاليا معاي هي ميكا، فهي شخصية اللي بموت عليها، ميكا ولد طبعا، بحبها في هذا الأنمي سيرة في النهاية، صراحة عجبني وبستنى بجزء ثالث ولكن لم ما طلعش، أتوقع ثالث صح؟ أتوقع ما طلعش فللأسف يعني.
في بنت اسمها حياة سألتني على الفيديو الأخير، تقول لي هل حققتي شروط اليوتيوب دون صوتك عادي وإلا ولا لا؟ قصدها يعني صراحة أنا يعني تقريبا في البداية أطلعت صوتي، يعني بعد كم فيديو تقريبا، صح؟ بعد كم فيديو أطلعت صوتي، يعني مش من البداية بداية ولا بالنهاية، ما كنتش محققة يعني شروط اليوتيوب، وما كنتش أصلا يعني ما كانش هذا الهدف الأساسي لإلي أصلا إن أحقق شروط يوتيوب وهذه الأشياء، يعني مش هو الهدف الأساسي كان لإلي، بس حققتها مع وجود صوتي صراحة. ولكن هذا لا يعني إنه الأشخاص اللي هم بيقدروش يطلعوا صوتهم بيقدروش يوصلوا، لا بالعكس، بتقدروا توصلوا وين ما بدكم، بس المهم العمل اللي أنتوا بتقدموه كديش هو صادق وكديش أنتوا بتقدروا تحطوا فيه أصلا. فبالتوفيق لإليك حياة. نور 88 بتقول هل ممكن ترسمي في الألوان الماركر نوع مونت مارت؟ صراحة ما جربتهاش، ما اشتريتهاش، بس جربت من عندهم دفتر اللي هو بني، منيح منيح مش بطال، بس ماركر لا ما اشتريت وما بتوقع اني راح اشتري. يعني برينسيس لوما عندها سؤالين، بتقول ممكن تعلمينا أساسيات الرسم كتظليل ودمج الألوان، رسم الجسم بكذا وضعي وهكذا ورقي إن شاء الله. السؤال الثاني في الرسم الرقمي، ما هو التطبيق المناسب للمبتدئي الرسم الرقمي؟ لأنه ليس لدي إمكانيات شراء التابلت، لا زال سني صغير جدا، زائد بعض النصائح للرسم الرقمي. ممكن يعني يبقى فيديو على جنب، ولكن أو لحال قصدي، ولكن بالنسبة للتطبيق المناسب صراحة يعني على حسبي أنا، في البداية في بداياتي في الرسم الرقمي استخدمت إيبيز بينت في التلفون، بنزل على التلفونات وبنزل على آيبادات وعلى التابلتات اللي عندكم إياها عادي، يعني إذا أنت ما عندكش تابلت طبعا حطي نزلي على التلفون واستخدمي بإصبعك في طريقة معينة تخلي الخط تبع الإصبع حلو يعني مش متعرج وهكذا. ممكن نعمل إشي فيديو يعني عن هذا الأمر. فصراحة أنا أشجع إنكم تنزلوا إيبيز بينت للي ما عندوش حاسوب أو تابلت أو إشي من هالنوع، يعني جدا جدا ممتاز، جدا حلو، فيه إمكانيات جدا رائعة، فراشي رائعة، وسهل للاستخدام، ولكن بده هيك شوية شغلات إنكم تتعرفوا عليها. أنا ما كنتش زمان أعرفها، فعرفتها شوي شوي قاعدة حاليا أصلا، يعني بحس إني بهذه الفترة هي أوج معرفتي بالرسم الرقمي، ما كنتش أفهم كثير شغلات بالرسم الرقمي، وكنت كثير 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 أصعب على حالي شغلات، بس طلع الإشي أسهل مما هو متوقع، وما زال أمامي الكثير من يعني الطريق بإني أتعلم عن الرسم الرقمي. إن شاء الله الأشياء اللي أنا بعرفها بحكي لكم إياها بإذن الله. في كان سؤال من إيمان تشان أو إيماني تشان، صراحة مش عارفة، طبعا أنا رديت عليها، بتسألني أنا رسمي في الأنمي متوسط بس لسه ما أعرف ألون بالماركر، فأي ماركر تنصحيني أستخدمه وأنا في ذي المرحلة في الرسم؟ أتمنى تردي. طبعا حكيت لها اي ماركر متوفر عندك، نفس الاشي انتو اي ماركر متوفر عندكم استخدموه، تتعلموا عليه مهما كان، يعني رخيص غالي مش مهم، اطفال صغار لاي حدا استخدموه، تعلموا عليه قبل ما انكم تطمحوا لاعلى واعلى واعلى. فاللي بيقدر يستخدم الالوان الرخيصة الاشياء المتوفرة عنده بيقدر يستخدم الاعلى منها والافضل منها والاكثر جودة منها، فابدوا باللي عندكم باللي متوفر عندكم. في كان سؤال على فيديو للألوان الزيتية، مس أديبة بتقول فينا نستخدم مكان الزيت ماء مي؟ طبعا لا، تقدروش تستخدموا ماء مع الألوان الزيتية. هل بزبط إنكم تدمجوا مي مع زيت؟ لا، فما تستخدموا مع الألوان الزيتية مي، استخدموا أي زيت متوفر عندكم إن شاء الله، زيت الكلي يعني بزبط. هذه في بنت طبعا هي بتعلق تقريبا دايما، اسمها سوناكو سيمباي، على ستوري كنت راسمي وأنا في المحاضرة هيك ولد يبكي، فكاتب حلو بس مو حلو ترسمين ولد يبكي يا أخي أو يا أخي، البكاء للبنات، البكاء مش بس للبنات، إحنا بشر، فطبعا في حالات البنات بضعفين فيها وفي حالات الأولاد أيضا بضعفوا فيها، فليش يعني إحنا مخلين مشاعر معينة مخلينها لجنس معين ومش مخلينها للآخر؟ ف
حس إن هذه أنانية أصلاً، يعني الكل يحق له أن يعبر عن مشاعره مهما كان. المهم هذا هو بالنسبة لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا من خلاله. أكيد في أشخاص ممكن يجوا لي يقولوا لي أبرار مسرعة الفيديو كثير، بس صراحة بقدرش إني أنطيكم ساعة كاملة وأنا أرسم أكثر، حتى شو ساعة هاي ولا إشي، أنا مع التسريع ساعة، بس أنا هون سرعته بزيادة عشان على الأقل يعني يوصل 15 دقيقة 14 دقيقة، يعني هذا الماكسيموم عندي أصلا. إنه المرات في متابعين يعني بحبوش انهم يشوفوا كثير دقائق، يعني بحسوا على السريع، واصلا انا شخصيا مثلا بحس في تسريع الفيديوهات ممكن، يعني في اشياء على حسب نوع الفيديو طبعا، في اشياء انا بستفيد منها حتى مع تسريع، يعني اني بلاحظ حركة الايد، الالوان كيف ممكن تنحط واحد ورا الثاني وهكذا، على حسب كل واحد وشخصيته طبعا. في فيديوهات من هذول الاشخاص وفي فيديوهات لهذول الاشخاص، في مسرع وفي مش مسرع، بس ارجو انكم تتحملوني. شكرا جزيلا لكم، اتمنى انكم استفدتوا، واشوفكم بفيديو جاي ان شاء الله، مع السلامة. أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمزقا. أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمزقا. قد كنت وحدي في المسير، في الحزن عشت كما الأسير، حتى رأيت الزهر يزهرها هنا، فبدأت أركض نحوه وبدأت ألثم عطره، حتى شعرت بقيد حزني ينكسر. لكن صباحي لم يطل، فالليل في الأجواء حل، والغيم غطى كل شيء في المدى، فحنيت رأسي يائسا وبدأت أبكي جالسا، حتى أتى بعض النسيم مواسيا، فسمعته يقول لي الغيم حتما ينجلي، والشمس في جوف الظلام ستنتصر. أصغي لنصحي لا تمل، فالنصر إيمان عمل، من نفسك كن واثقا وبلا وجل. لا لا تقل هذا محال، أو ذاك ضرب من خيال، كن ثابتا كن راسخا مثل الجبال. فجعلت أنظر للسماء وسرحت في هذا الفضاء، فبدا الغمام يزول يظهر للقمر، فبدت نجوم حوله وبدأت ألقى حبه، فأشع نحوي في ضياء وابتسم، فشعرت في نفس الأمان، وسمعت ألحان الكمان، ولقد توقف لحظة عند الزمان، فعرفت أن حياتنا ليست سوى بعض المنى، مبنية في قلبنا مثل الجمل، حتى نحققها نريد آمال قلب أن نعيد، حتى تصير حياتنا في الكون عيد، حتى نحققها نريد آمال قلب أن نعيد، حتى تصير حياتنا في الكون عيد.
أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة في وسط قلب في الهموم تمزقا.